هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل إذا أطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة يراد به الكف فقط أم يراد به اليد كاملة؟ في الوضوء بيّن الله: وأيديكم إلى المرافق. لو قال امسحوا بأيديكم، لو قال جل وعلا فاغسلوا أيديكم فقط لكان إلى الكف، لكن لما قال إلى المرافق فلا بد من غسل الذراعين بنص الآية. هذا فالكف فاليد إذا أطلقت إلى الكف، وأما إذا قيدت مثل إلى المرافق فتقيد. في التيمم قال يمسح يديه وجهه ويديه، وش المراد باليدين في التيمم؟ ها؟ الكفين، يمسح وجهه ويديه، ما قال إلى المرافق، فيقتصر على الكفين فقط، بينما قال في الوضوء إلى المرافق. نعم.